تؤثر يعني اثرت علينا اليوم. ما احنا نعمل كل سعنا باش ننسيوهم في هذه المباراه ونصلحوا الاخطاء اللي كانت اليوم في هذه المباراه تاع اليوم. ان شاء الله في الموسم اللي يكون فيها خير ان شاء الله. عندي سؤال خاص على ما تداولت في اخر الايام مع التصريحات هذه. على لهذا كنت نتكلم مع التأويل تاع الناس، هذا اللي كنت نتكلم مع التأويل تاع الكلام. الحمد لله الناس يعرفوني في المغرب ويعرفوني في الجزائر ويعرفوني في المغرب ويعرفوني في افريقيا، يعرفوني يعني الانتماء تاعي والحب تاعي لكل المنتخبات العربيه. لهذا فئه صغيره فهموا شو ربي يهدينا ويهدي الجميع ان شاء الله. انا حقيقه إن على حسب نوع اللاعبين انا اشوف باللي هذا المنتخب يقدر يمشي الى النهائي يعني ايزي فاصل. المنتخب الجزائري ربما نهائي جزائري مصري تونسي عربي ان شاء الله. تؤثر يعني اثرت علينا اليوم. ما احنا نعمل كل سعنا باش ننسيوهم في هذه المباراه ونصلحوا الاخطاء اللي كانت اليوم في هذه المباراه تاع اليوم. ان شاء الله في الموسم اللي يكون فيها خير ان شاء الله. عندي سؤال خاص على ما تداولت في اخر الايام مع التصريحات هذه. على الحمد لله لهذا كنت نتكلم مع التأويل تاع الناس، هذا اللي كنت نتكلم مع التأويل تاع الكلام. الحمد لله الناس يعرفوني في المغرب ويعرفوني في الجزائر ويعرفوني في المغرب ويعرفوني في افريقيا، يعرفوني يعني الانتماء تاعي والحب تاعي لكل المنتخبات العربية. لهذا فئة صغيرة فهموا شو ربي يهدينا ويهدي الجميع ان شاء الله. انا حقيقه إن على حسب نوع اللاعبين انا اشوف باللي هذا المنتخب يقدر يمشي الى النهائي يعني ايزي فاصل. المنتخب الجزائري ربما نهائي جزائري مصري تونسي عربي ان شاء الله. توجور دي سيربريز. اوكي ما نقدرش نتكلم على المنتخب المغربي لان هو راه من المرشحين بالفوز باللقب، ولكن تكون دائما صعبه. ربما يعني مثل مباراه ناميبيا يعني من المستحيل المنتخب الناميبي يفوز على منتخب تونس. يعني غلطه تاع كونسنتراسيون دواء عليهم، يعني ما دار اي شيء، يعني سرق، يعني يخدم المنتخب يسرق لك الفوز. طازج يرافقكم في كاس افريقيا بكوت ديفوار.